بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن نعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى، والنعم هي ما أنعم الله به على الإنسان، ولذلك فكل شيء يأتي من الله للإنسان يكون نعمة. ومن تلك النعم نعمة الأشجار، ولقد خلق الله الأشجار بألوان جميلة وأوراق مختلفة الأشكال والأحجام، والإنسان كان وما يزال يحفظ أسماء الأشجار ويعرف فوائدها، وكتب عنها الشعراء وألف فيها المؤلفون القصص والروايات، ونشعر بفوائد هذه الأشجار عندما نستظل في ظلالها أيام الحر، ويتجلى فيها الجمال الرائع في خضرتها ونضارة أزهارها. جاء ذكر الشجرة في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقال سبحانه: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال سبحانه: كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وقال سبحانه: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي ليمن في البقعة المباركة من الشجرة. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال سبحانه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وقال سبحانه: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم. وقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال سبحانه: والنجم والشجر يسجدون، وغير ذلك من الآيات. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرس الأشجار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إذن غرس الشجر ليس من العبث واللهو، وإنما فيه أجر وثواب من الله تعالى. والإنسان بطبعه يحب الأشجار ويبتهج بوجودها في محيطه حتى ولو لم تثمر، ويوصي الأطباء بزرع الأشجار قرب المستشفيات، ذلك يفيد المرضى الذين تطل شرفاتهم على ساحة الأشجار. والأشجار ولو كانت ملكية خاصة إلا أن منافعها تعم الجميع، خصوصا أشجار المدينة التي تعزز المظهر العام للمدينة وتعطي لها رونقا خاصا ولذلك فمكانة الأشجار في البيئة تعطيها نوعية كبرى في حياة الإنسان، حيث تساهم في تلطيف المناخ وتعمل على جعل الجو معتدلا، كما أنها تساهم في زيادة جودة الهواء وتساعد على تكوين الغيوم لنزول الغيث. والأشجار كالغابة إيواء للحياة البرية من الحيوانات والطيور. وفوائد الأشجار كثيرة، منها
أنه مصدر غذاء للكائنات، أنه مصدر غذاء للكائنات، وظل يستظل بها، وتحجب الغبار عند هبوب الرياح وتصدها، وتمنع انجراف التربة وتعرية الأرض عند نزول الغيث، وتنتج لنا الأدوية، وتنتج لنا العطور، وتنتج لنا الورق، وتنتج لنا الخشب، وتنتج لنا الفلين، وتنتج لنا الصمغ، وهذا الصمغ يحمي الأشجار من التعفن ومن الحشرات الضارة، وتنتج لنا الأكسجين، وتنتج لنا الفحم، ويستخرج منها الزيوت، ويبني بعض الناس بيوتهم من جذوع الأشجار كما كان سابقا، أي في الزمن سابق وإلى الآن في العالم. فمن واجبنا أن نحافظ على هذه النعمة. وللأسف ظهرت إلى السطح مصيبة الحرائق المتعمد، ومشكلة القطع الجائر للأشجار، وتجارة الحطب بقصد التدفئة والطهي والاستخدامات الأخرى، مما جعل منها معول هدم للبيئة، أي هذه الظاهرة مما جعل منها معول هدم للبيئة. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.